بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث متوسط في مادة العلوم فصل الدراسي الثاني. درسنا اليوم يعتبر بمثابة اختبار اختبار لما تقدم معكم من دروس سابقة، لعلنا نتأكد من هذه المعلومات هل وصلت أم لا. يا ليت كما تلاحظون عنوان الدرس حل بعض أسئلة الكتاب صفحة 69-70. بنتظركم قليلا حتى تحضر كتبكم من أراد أن يحضر الكتاب علشان يتابع معنا ويحل في الكتاب إذا أحب، أو ينتظر قليلا من لم يريد ذلك. نبدأ بسم الله على بركة الله. درس اليوم توكلنا على الله لنبدأ إن شاء الله. طبعا في نهاية الدرس يتوقع منكم أنكم فاهمين محتويات مقرر أو المقرر الأساسية لما سبق، ويتدرب على حل بعض الأسئلة وكذلك بناء المهارات لفهم الأسئلة بحول الله. طيب، أعد رسم الخريطة المفاهيمية التالية حول عملية تصنيع الـ DNA. يلا حنبدأ من هذه النقطة ثم ننتقل إلى هذه النقطة ثم ننتقل إلى هذه النقطة. خلينا أساعدكم وأجيب لنا أول نقطة كمفتاح للحل. يلا، هذه عملية تصنيع الـ DNA، ما الذي يحدث؟ يلا أنا حطرح أسئلة تجاوبوا معي عشان أساعدكم في الإجابة. يحدث انفصال للسلسلتين اللي هي الـ DNA، من الذي يقوم بعملية الفصل؟ يلا شوفوا أمامكم هذا مسمى كلمة تبدأ. يا سلام عليكم، إنزيم هذا هو الإنزيم الذي يعمل على عملية فصل الـ DNA أو سلسلة الـ DNA. إذن أول خطوة الإنزيم يقوم بعملية الفصل. لما يفصل لاحظ كل DNA جديد أصبح شريط واحد، إذن لابد أن يبنى شريط آخر. معايا؟ كيف يتم بناء شريط آخر؟ أو إلى ماذا يحتاج علشان؟ ماذا يحتاج جسمي وجسمك؟ شلون يتضاعف؟ يحتاج إلى إيش علشان يبني شريط ثاني؟ كلمة تبدأ بحرف الألف، بعدين حرف الحاء، حرف الميم، أكمله. أحماض إيش؟ أحماض ماذا؟ أحماض أمي. أحماض أمينية، أحسنتم، يحتاج إلى أحماض أمينية. طيب من وين نحصل على الأحماض الأمينية؟ جسمي وجسمك. كلمة تبدأ بحرف الباء، من أين يحصل أو من أين تحصل أجسامنا على الأحماض الأمينية؟ من الغذاء، نوع من الغذاء يبدأ بحرف الباء. يا سلام عليكم، من البروتينات، من اللحوم، من البروتينات بصفة عامة، أحسنتم. إذا ترتبط القواعد النيتروجينية مع القواعد النيتروجينية على السلسلتين الأصليتين، هذه كانت موجودة في الأصلية، ثم حدث لها انفصال بعملية الإنزيمات، وأخيرا ينتج جزيئات من الـ DNA بعد أن يتم، وهذه جدا مهمة، الحصول على الأحماض الأمينية اللازمة. من يتذكر ما القواعد النيتروجينية الموجودة اللي تحتاج إلى هذه البروتينات؟ يلا رموزها موجودة على الشكل. طيب ترى الوقت يداهمنا، قلنا نعرف فقط أدينين، أحسنتم. يلا بعده واحد يجيب غيره. كلمة تبدأ بحرف الجيم، أدينين، جوانين، ما شاء الله تبارك الله. ثم سيتوسين، يا سلام عليكم، سيتوسين، باقي واحد. ثايمين، أحسنتم، وثايمين، ما شاء الله تبارك الله. طيب هذا جدا مهم. يلا سريعا عشان الوقت نستفيد منه. أبي كل واحد يكتب الكلمة حق رقم واحد على 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 الشات. هو شفرة تصنيع البروتين من هو؟ يا سلام عليكم، الجين، أحسنتم، والجينات، الجين.
ممتازين. التركيب الموجود داخل النواة ويحمل المادة الوراثية هو، يلا في ناس تقول الكروموسوم الدي ان اي، كلكم ممتازين اجابتكم موفقة، الكروموسوم. يا سلام عليكم. يسمى اي انحراف ينتج خلال عملية تضاعف الدي ان اي، يا سلام ما شاء الله تبارك الله، الطفرة، طفرة. تمام عليكم، تمام ما شاء الله تبارك الله. أربعة، يطلق على أزواج الجينات المسؤولة عن صفة، الجينات، أزواج، ركزوا على كلمة أزواج الجينات، يا سلام عليكم، يا سلام، الجينات المتقابلة ما شاء الله تبارك الله. رقم خمسة، المظهر الخارجي للصفة الوراثية يسمى، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، الطرز الشكلية، الطرز الشكلية. انتوا حلينا في الكتاب اول، انتوا حلينا في الكتاب، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طيب يعني ما درسنا داعي ولا ايه؟ طيب، الطول ولون العيون ولون الجلد في الانسان امثلة على وراثة، على وراثة ماذا؟ على وراثة الجينات ما شاء الله، الجينات، الجينات مثال على وراثة الجينات المتعددة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. عموما بعد قليل سنطب في مطبات اشوف هذا العلم اللي انتم فاهمينه ان شاء الله. طيب، الجين المتقابل، المتقابل المسؤول عن ظهور الصفة الوراثية غير النقية هو، مسؤول عن ظهور الصفة، يا سلام عليكم، الجينات السائدة، الجينات السائدة ما شاء الله تبارك الله. أخيرا رقم ثمانية، انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء، هذه نسميها كلمة تبدأ بحرف الواو، ما شاء الله تبارك الله، الوراثة، الوراثة. طيب يلا تمام عليكم، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، خلاص كذا اجل خلصنا الدرس في الوقت السريع ما شاء الله. طيب لا تستعجلون، فكروا وركزوا، فكروا وركزوا. اختر الإجابة الصحيحة، أي من ما يلي جزيء حلزوني يمتاز بوجود القواعد النيتروجينية في صورة أزواج، هل هو ألف الار ان اي، با الحمض الأميني، جيم البروتين، ام الدي ان اي؟ اخر كلام، اخر كلام، اضم صوتي الى صوتكم، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. اختر الاجابة الصحيحة ايضا، ما القاعدة التي توجد في الار ان اي ولا توجد في الدي ان اي؟ هل هي الثايمين، الادينين، الثايرويد، اليوراسيل؟ برضو مصممين اكيد، وانا اضم صوتي الى صوتكم ما شاء الله تبارك الله. تمام عليكم، اليوراسيل كما تلاحظون عندي هنا في الدي ان اي سيتوسين، الجوانين، الادينين، الثايمين، هذا في الدي ان اي، بينما في الار ان اي سيتوسين نفسه، الجوانين ايضا مكرر، الادينين ايضا مكرر، ما عدا اليوراسيل اللي هو فقط يوجد في الار ان اي. ما الحمض النووي الذي يحمل الشفرة الوراثية من النواة الى الرايبوسومات؟ الحمض النووي، احنا عندنا كم حمض نووي؟ اربعة ولا خمسة؟ كم عندي حمض نووي؟ جاوبوني على قد سؤالي. اثنين، اثنين، احسنتم، واحد هو الدي ان اي والثاني هو الار ان اي، اذا ما شاء الله ما تمشي عليكم وما تنطوي، احسنتم، الار ان اي اجابة موفقة ما شاء الله تبارك الله. ما الذي ينفصل في اثناء الانقسام المنصف؟ ايش اللي ينفصل؟ البروتينات، الطرز الشكلية، الجينات المتقابلة، مخطط سلالة العائلة،
شفتوا انكم طبيتوا الحين في مطب، طبيتوا والله في مطب الحين، لا تستعجلون لا تستعجلون. لا لا معليش، ترى في خطأ في خطأ في خطأ. أعيد التركيز مرة ثانية، ما الذي ينفصل؟ ينفصل في أثناء الانقسام المنصب، هل تنفصل البروتينات أم تنفصل الطرز الشكلية أم تنفصل الجينات المتقابلة أم مخطط سلالة العائلة؟ إحنا قلنا هذا الكلام وشرحناه في درس سابق، الجينات المتقابلة كما تلاحظون أمامكم. ها لاحظ عندي جينات متقابلة هنا في الذكور، نفس الصفة جينات متقابلة في الأنثى. كلمة متقابلة، أحد يعرف ايش معنى كلمة متقابلة؟ أول، ما معنى جينات متقابلة؟ ما معنى جينات متقابلة؟ لا لا مو متوازية، لا جينات متقابلة يعني يا سلام عليكم، لا مو بيقابلون، في واحد أجاب من نفس الصفة، يعني يحملون نفس الصفة، يحملون نفس الصفة نفس الصفة. هذا الجين مثلا يحمل صفة العين، هذا نفس المقابل يحمل صفة العين. عند الرجل نفس الطريقة، إذا في جين يحمل صفة العين في جين مقابل أيضا يحمل صفة العين، وهكذا إذا حدث الانقسام المنصف كل صفة تروح، قد تكون هذه في حيوان منوي أو في بويضة، وكذلك هذه في حيوان منوي أو بويضة. المرة الثانية، ما الذي ينفصل في أثناء الانقسام المنصف؟ لا تنسون الجينات المتقابلة. ما الذي يتحكم في الصفات الوراثية في المخلوقات الحية؟ يتحكم في الصفات الوراثية في المخلوقات الحية، هل هو الغشاء البلازمي أم الجدار الخلوي أم الجينات أم مربع بنت؟ برضو نفس الطريقة، أنتم تستعجلون تستعجلون. نعيد التركيز مرة أخرى، نعيد التركيز مرة أخرى. نعيد التركيز مرة أخرى، من أصر على رأيه فهو الممتاز، فعلا اللي كان فقرة جيم هو الصح. أنا مجرد أني شككتكم في أنفسكم ورحت على طول واحد يمين واحد يسار، عدا طالبين أو طالبة واحدة اللي ركزت وأصرت على رأيها اللي أسرها يعطيها العافية. الجينات 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 الذي يتحكم في الصفات الوراثية في المخلوقات الحية هي الجينات. مربع بنت لا تنسون، مربع بنت فقط للاحتمالات للاحتمالات، لنرى ماذا سينتج عن اتحاد جينين فيها صفة وراثية، هل يظهر صفة الأب أم صفة الأم، صفة اللون، صفة الجين الذي يحملها. الجدار الخلوي هذا ليس له علاقة إلا بالخلية فقط من الخارج، الغشاء البلازمي هذا له علاقة فقط بالدخول وخروج المواد. احنا قاعدين نتكلم عن صفات وراثية، ما دام فيها صفات وراثية إذا المسؤول بالدرجة الأولى هي الجينات. يلا هذا تحدي شوي، تحدي، خلينا نشوف كم واحد مصحصح. ما الطرز الشكلية الظاهرة في الأبناء في مربع بنت أدنى؟ هذا مربع بنت، هذه للأب وهذه للأم. يلا قد يتحد الحيوان المنوي أو البويضة مع الحيوان المنوي، هذا يصبح عندي اف اف. قد تتحد البويضة هذه مع الحيوان المنوي هذا يصبح عندي اف كابيتال اف سمول. مؤكدة مؤكدة كلكم؟ أنا شفت الحين اختلاف في باء وفي جيم، يلا خلينا نشوف خلينا نشوف مع بعض خلينا نشوف. وقفوا معي الشات، وقفوا. اف سائد مع اف سائد، إذا هذه صفة سائدة صح؟ ركزوا معي شوي أنا قاعد أشرح. طيب نشوف الثاني، اف سائد مع اف متنحي، وش تكون الصفة سائدة ولا متنحية؟ مش تكون الصفة هنا سائدة ولا متنحية؟ سائدة، الصفة هنا سائدة. طيب إذا هذا سائد وهذا سائد، خلينا نشوف اللي بعده. اف كابيتال يعني سائد مع اف كابيتال يعني سائد، إذا تكون الصفة أيضا هنا ماذا؟ أيضا هنا سائدة. طيب الأخير، هذه آخر واحدة، اف كابيتال مع اف سمول، إيش تكون؟ أفا كابيتال كابيتال،
سائدة، إذن كلها تكون صفات سائدة، جميعها سائدة. إذن اللي اختار إجابة باء هو الصح، هو الصح. تقريبا وصلنا إلى نهاية الدرس، المجال ما زال لديكم إذا من عنده سؤال أو استفسار. شاكر لكم ومقدر حضوركم، وما زال معنا وقت، حد عنده سؤال يتفضل، واللي مستعجل يبغى يمشي أنا شاكر له حضوره والله يعطيكم العافية.